الله الرحمن الرحيم. نحب نبشر أهلنا بالحويجة، المواطنين كافة، وصول لقاح كورونا وحسب توجيهات السيد الوزير ومتابعة مدير عام دار صحة كركوك، نباشر إن شاء الله بإعطاء اللقاح، ونطمنهم أنه اللقاح آمن 100%، وإن شاء الله راح تبدي بالكوادر الطبية وبعدين العامة الناس إن شاء الله. دكتور جاسم ياسين حسين، مدير قطاع حويجة الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله تم وصول الوجبة الأولى من لقاح كوفيد 19 إلى قطاع الحويجة الثاني، وسنباشر اليوم في مركز صحي الحويجة بتلقيح الوجبة الأولى من الكوادر الصحية حسب تعليمات معالي وزير الصحة ومدير عام دائرة صحة كركوك. سيمر اللقاح بعدة خطوات وستكون سلسة إن شاء الله. اللقاح في بداية الأمر سنأخذ التاريخ المرضي الكامل وسيكون آمن وفعال بنسبة 70% إن شاء الله. دكتور عادل ناظم فاضل، مدير مركز صحي الحويجة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر معالي وزير الصحة، نشكر دكتور نبيل مدير عام دائرة صحة كركوك، نشكر دكتور وليد، نشكر أستاذ فرد العبود، الجميع على توفير لقاح كوفيد 19 إلى قطاع الحويجة الثاني. إن شاء الله أنا أول متسريب ألقح لقاح كوفيد 19 في قطاع الحويجة الثاني. علي صالح تلال، مسؤول وحدة التحصين في مركز صحي الحويجة. تعيش. أنا ممنون، بارك الله فيك. معاون طبي عبد الرحمن جاسم محمد، وكيل مسؤول سلسلة التبريد في مركز صحي الحويجة. أنا ثاني شخص لقحت في مركز صحي الحويجة، ونشكر كل المسؤولين اللي ساهموا في وصول اللقاح إلينا. أكو ناس تردد يعني عن يستخدم اللقاح، سواء موظف أو طبيب أو مواطن. نعم. رسالتك؟ والله رسالتي إنه يعني هذا الشيء لا يسمع للإعلام أكثر من اللازم، الإعلام الغير صحيح. يعني وهذا اللقاح شركات عالمية ورصينة وكل العالم جاي يتلقى يعني. فنرجو أنهم يلقحون قدر الإمكان، موجود موقع إلكتروني للوزارة، أي مواطن ممكن أن يحجز عن طريق الموقع. شكرا.